وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية بصوت فضيلة الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم، سبحان الفتاح العليم، سبحانه وتعالى، سبحان الله. يا يا رب، يا
لك رحمك رحمك ربي بنا رحمك. ما لي في طريقي غير نورك أقتفي، ما لي رجاء غير نيل رضاك. يا يا رب إني قد دعوتك فاهدني واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي يوم أن ألقاك. أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحالنا يا سيدي. من ذا الذي، من ذا الذي خلق الوجود سواك؟ أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحالنا يا سيدي. من ذا الذي، من ذا الذي خلق سواك؟ يا عبد ما لك قد نسيت من الذي من فيضي من خيره، من فيضه من خيره أعطاك. وانظر لنفسك كيف كنت بداية، من ذا الذي في المهد قد
سواك. سبحانه قد أبدع الملك الجميل، سبحانه سبحانه قد أبدع الملك الجميل بصنعه بالأنعم الفضلا إليك حباك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول.